ركز لي بقى بص معايا عايزك تبعته لي هتنزله على اليوتيوب ولا ايه بس لا بس مش حاجه على تي في اهو شو عايز انا هنا برو رايزن وانا عايز انا عايز درايف عشان بس انا لو بتكلم بتكلم مع حد ما تصرفنيش عشان الحرب وكده يعني الاول ديت لا لا مش مشكله في الحرب بس بس ركز معايا اسمع بقى اسمع بقى احنا قلنا المساله بتاع التكييف عباره عن ثلاث اجزاء اول جزء واخر جزء اشرحهم دلوقتي الجزء اللي في النص احنا خلصناه الجزء بتاع الاير كونديشننج احنا خلصناه ركز معايا كده احنا ممكن نصنف الانظمه بتاعه التكييف لثلاث انظمه عندنا اسمع اسمع لو انا قفلت الباب بتاع الاوضه ده وشغلت التكييف ده المسار بتاع الهواء عامل ازاي بسحب هواء من الاوضه اعديه على الكولينج كويل وارجعه تاني فين هو الاوضه مفيش شيء النظام ده من التكييف بسميه توتال سيركيوليتد اير توتال سيركيوليتد اير يعني هواء باخده من مكان او من الروم بتاعتي ابرده وارجعه تاني في الايه نفس المكان في نفس الروم ايه مميزات وعيوب النظام ده المميزات الهواء اول مره انت كنت مشغل اوضه درجه حرارته كام 25 قول 30 30 هيبرد يخرج من الكويل كام 25 قول 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 يا عم 25 قول 25 تمام 25 ده لما اختلط مع درجه حراره 30 يبقى درجه حرارته كام التوتال 27 27 مثلا الهواء اللي هيخش فيه على الكويل درجه حرارته كام 27 خدت بالك اللي بيحصل كل مره الحمل على الكويل بيقل هو الحمل على الكويل ده عن الكهرباء بتدفع مكاسب التكييف صح؟ اه فالبتاع ده موفر شويه في الكهرباء ليه؟ لانه كل مره بيدخل هواء بارد يبرده اكتر. يعني مش كل مره بيدخل هواء درجه حراره 30 يخرجها ال 20 اللي انت عايزها على طول، لا بياخد الموضوع ايه؟ تدريجي. طب ايه عيوبه؟ ايه عيوبه؟ لو احنا قعدنا حبه في الاوضه دي احنا مشغلين التكييف هتحسك شويه اتخنقت، لو حد فتح باب الاوضه عليك هيحس الجو ايه؟ مكتوم. يعني ايه الجو مكتوم؟ الجو ده نسبة الأكسجين اللي فيه قلت حبتين ونسبة ثاني أكسيد الكربون مالها؟ زادت فبقى مش هوا صحي إنك تقعد فيه فترات كبيرة. طب إزاي إحنا بنستخدم النظام ده؟ ما الناس اللي عملت النظام ده يعني هي عارفة إنك بتستعبط يعني كل شوية واحد يخش ويخرج وكل شوية يفتح الباب يدخل لي هوا جديد ويجدد لك الهوا اللي جوه، صح كده؟ أنت قاعد بتستعبط في البيت وأنت فاتح الشباك بتاع الأوضة ومدخل لك إيه؟ هوا جديد، واحد شال سقف الأوضة، أيا كان الاستعباط إنك هتعمله إنك دايما هتدخل هوا إيه؟ جديد، بس مش هتدخل هوا كتير، هتدخل حبة شوية هوا إيه؟ يفوق الدنيا شوية، ده كده التوتال السيركيوليتد إير. طيب، تعال ناخد مثال تاني اللي أنت قاعد في مستشفى، القسم بتاع الصدر، القسم بتاع الصدر. أنت جبت هوا من بره، مرته درجة حرارته كام؟ 30. تعال نطبق في النظام ده الاول، انت قاعد في قسم الصدر اهو، حلو كده؟ وانت عمال تسحب هواء من الاوضه وترميه تاني جوه. محدش هيخف. لو واحد بس عيان في اوضه كل في اوضه يحصل له ايه؟ هيموت. انت شلت الهواء اللي فيه كله بلاوي زرقاء ورجعت رميت عليهم تاني. فمش هينفع تحط في قسم الصدر في المستشفى توتال سيركوليتد اير، لا، ده انت لازم تركب حاجه اسمها توتال فريش اير. ايه توتال فريش اير؟ اني اجيب الهواء من بره درجه حراره 30 اعديه على الكولينج كويل وهو بره الاوضه وادخل كل الهواء درجه حرارته 20. خلاص كده؟ كده انت محافظ على درجه حراره الهواء كام؟ 20. وعشان الاوضه دي هي مش بالونه مش ينفع تقعد تدخل فيها هواء الى ما لا نهايه، لازم تاخد كميه هواء قدها وحامل فيها ايه؟ ترميها بره. في عندك هواء داخل ده السبلاي وعندك هواء خارج بنسميه الاكزاوست، في حالتنا دي بنسميه الايه؟ الاكزاوست. هاخد الهواء اللي من قسم الصدر ده اعديه على مجموعه فلات تشيل الجراثيم والحاجات اللي فيه وارميه في ايه؟ بره. طبعا في مصر مفيش الكلام ده، احنا بناخد الهواء كل اللي فيه ونرميه بره على طول، فتلاقي ما شاء الله كل حوالين المستشفى ايه؟ ميتين. متنايلين على عينهم، ما بيشوفوش. خلاص كده؟ ما ده بنسميه توتال فريش اير، طبعا السيستم ده القصه بتاعته ايه؟ عالية جدا. عالية جدا، ده الهواء كله شغال بره. طيب انا كده جبت لك الحاله الاكستريم قوي ناحيه اليمين والحاله الاكستريم قوي ناحيه الشمال. فين النص؟ النص تعال نقول عندك اوفيس بيلدينج، عندك اوفيس بيلدينج، ايه الاوفيس بيلدينج؟ مبنى ضخم مساحه الفلور بتاعته كبيره جدا، هو مفتوح كله على بعضه تقريبا او متقسم حتى اوض، بس انت عندك اربع واجهات بس. الاربع واجهات دول فعليا هم المتاحين اللي تركب فيهم ايه؟ اربعه كونسلت توتال ريسيركوليتد اير،
ليه؟ لانك ممكن تجدد الهواء، ممكن افتح الشباك بتاع الاوضه ادخل شويه هواء فيه وتنفع، ممكن اجدد الهواء. لكن بقى الاوض الموجوده في نص المبنى تعمل لها ايه؟ ملهاش منفذ، صح كده؟ بس الناس دي برضو الهواء لو قعدت في كتير بمنظره هيفسد. فقال لك طب بص تعال نمسك العصايه بالنص اللي هو ايه؟ بدل ما كنت بتاخد الهواء من حاله التوتال فريش الهواء اللي انت بردته بدرجه حرارته 20 ده بس عشان هو فاسد كنت بترميه بره، هو دلوقتي ما فيهوش امراض، صح كده؟ هو مشكلته نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي فيه ايه؟ على شويه، بس هو اتدفع عليه خلاص فلوس انت بردته. واخد الهواء ده شويه، واخد الهواء ده دفعت عليه فلوس درجه حرارته 20 وراح خلطه مع هواء جايبه جديد من بره. لو كانت درجه حرارته كام؟ 30. لما تخلط الاثنين مع بعض درجه الحراره كام؟ 26. ساعتها برد من درجه حراره 26 لغايه كام؟ 20. يبقى كده وفرت شويه من ايه؟ فلوس من الكهرباء. طب ايه اللي يخلينا نعمل القصه دي؟ اللي انت ابلكيشن زي بتاع الاوفيس بيلدينج ده الناس قاعده بتدور اصلا قاعد بتدور على الكمبيوتر، فمش هتبوظ الهواء بسرعه، صح ولا لا؟ فالهواء انت ممكن تاخد نسبه ريترن عاليه مش قليله. لكن لو بنتكلم على حد زي الجيم مثلا، الهواء متضايق 60 جنيه انت عمال تشيل الدور يعني. هو اللي خارج هو ما فيهوش امراض بس برضه مش يعني مش حلو قوي. فلو كنت في الاوفيس بيلدينج باخد 50% الهواء الخارج اللي كنت هرميه ورجعه تاني، لا في الجيم خلي النسبه مش شويه 30%، لان هو اصلا على نفسه ايه؟ 62 يد. يعني ايه اللي بقوله ده؟ بص معايا على الرسمه دي، لو دي الاوضه دي الاوضه انا كده مش في النظام السيركوليت، مش في التوتال سيركوليت، لكن النظام ده اللي هو الايه؟ اللي هاخد حبه من الهواء اللي بيت دفعت عليه فلوس واخلطه مع هواء جديد. الاسئله هتيجي كده، هو المسائل بتيجي بتيجي شكلها كده ماشي، وغالبا مش بيجيب لك الرسم، فتعالى نقتنع بالمرسوم ده. الهواء الاوضه دي درجه حرارتها كام؟ تعالى نفترض 20، يبقى الهواء اللي خارج من الاوضه درجه حرارته كام؟ 20. بدل ما ارميه كله واخسره، طب ما اجيبه واخلطه معاه هو لسه جاي من بره، الهواء اللي جاي من بره درجه حرارته كام؟ 30. قول يا عم 35. خلاص كده؟ مش انت هنا عملت ميكسنج؟ نسبه الخلط قد ايه؟ نسبه الخلط لو انت قاعد في اوفيس بيلدينج 50 انت محتاج حبه هواء جديد قليلين، فتلاقي 70% روم اير او ريتيرن اير اللي درجه حرارته كام؟ 20 مع 30% هواء جديد درجه حرارته كام؟ 35. حلو كده؟ لو انت بتعمل اكتيفيتي ما فيهاش افساد الهواء كتير زي المكاتب. خلاص كده؟ طب لو انت في جيم والهواء معدل افساده عالي، لا انا ممكن اخلي 50% ريتيرن اير و 50% صبلان فريش اير. خلاص كده؟ اعتبارات قصاد نسبه الخلط بنعملها ليه؟ طبعا الكلام ده كله مش بمزاجنا، في كود، في عندي جدول بيقول لك للناس اللي قاعده في اوفيس دي محتاجه كام لتر عشان تقعد مرتاحه، الناس اللي قاعده في المدرسه محتاجه كام لتر، كام لتر في دقيقه يعني، محتاجه كام في دوت اير بتاع او، كام في دوت اير بتاع او على حسب النشاط بتاعك. لو مثال مثلا احنا قاعدين في اوفيس فاحنا بنحتاج حوالي 16 لتر في الدقيقه لكل بني ادم، فانا قاعد شغال في السوق بره، عد الكباستي بتاعت القاعه اللي انا قاعد فيها دي فيها كام بني ادم واضربه كمية الهواء البني ادم الواحد الساعة دي ساعتها مين؟ الفيديو بتاع الفريش. خلاص كده؟ طيب الهواء بعد ما اتخلط درجة حرارته حصل لها ايه؟ قلت شوية. قلت شوية. اروح مبرده كمان، حلو كده، روحنا سمر اير كونديشن، اروح مبرده كمان في الجهاز ده اللي اسمه اير كونديشننج اللي ما اعرفش ايه اللي جواه لسه، يطلع بظروف اسمها ايه؟ الصبلاي. الصبلاي ده الهواء اللي داخل على ايه؟ على الاوضه. يبقى حالة الصبلاي مختلفة عن الريتير اللي هي الروم، مختلفة عن لو اتصرف. ماشي؟ طيب تعال حل معاك أول مشكلة هنا. لو أنت عندك تو سليمز وعايز تعملهم ميكس مع بعض. إزاي أجيب نقطة الإم دي؟ مش أنا اتفقت معاك أنت لو عايز تحل مسألة تكييف كامل لازم تجيب لي كل النقط على الخريطة؟ لو افترضنا دي مسألة التكييف العامة، لازم تجيب لي إيه؟ أو أر إم إس على الخريطة. متفقين؟ عنده نسبة معايا كونديشنز عند الـ R والـ O وعايز تجيب نقطة الـ M. لو حد معايا المزامة بيبص معايا. إيه الطبيعي يكون عارفه كمهندس تكييف؟
عارف الظروف الخارجيه، اجيب اجهزه وايسه صح، اقول لي تي دراي بال او نخبط رقم 35 سلف، والار اتش او نخبط رقم 70%. ده طبيعي اكون عارفه، وايه المفروض تكون عارفه كمان؟ الظروف جوه الاوضه انت عايز ايه، احنا مكيفك زي ما انت عايز، انت عايز ايه. فقلت ان تي دراي بالب روم جوه الاوضه بتساوي 24 سيلسيوس، والار اتش روم بتساوي 50%. المطلوب مني ايه؟ احدد نقطه ام على الخريطه. لو دي بالنسبه لك مساله، ايه اول خطوه في المساله دي؟ اطرحها على الخريطه. رحبت نقطة مين ونقطة مين؟ نقطة الـ O ونقطة الـ O. حد عنده مشكلة؟ احنا كنا بنعمل في التمرين لما تقابلنا حاجة زي كده، لما الدنيا تخبط في بعض كده، ناس بالانس وانرجي بالانس صح؟ لما كان بيحصل عندنا بعكاكة كده في اي مسألة من مسائل المالتي ستيج كنت بتعمل ايه؟ بنمشي مع الناس ناس بالانس وانرجي بالانس. لما تيجي نلعب اللعبة دي اعمل ماس بالانس هنا كده، ام ام اللي هي يعتبر بالنسبه لك الام دوت صح كده، بتساوي ايه؟ ام ار زائد ام ار. طيب الخطوه اللي بعديها ام ام اتش ام بيساوي ام ار اتش ار زائد ام او اتش او. تعالى اتناقش معاك في حاجه، لو درجه حراره الهواء الخارجي 35 واللي هو 24 لو خلطتهم مع بعض بيبقى 19؟ لا كان اللقطه دي لو اللي بره 35 وجوه 24 لو خلطتهم مع بعض يبقى 19. ده حاجه لازم يكون رقم ما بين، هل تبقى ارتبط الميكس 23؟ لا. او 85؟ لا. لو جبت يا معلم كل الخصائص عند نقطه الاوتسايد ونقطه الروم هتلاقي دايما نقطه الام دي ما بينهم، ما بينهم دي يعني على الخريطه يعني واقع على الخط الوسط بين الاثنين. يبقى دي معلومه انت بتبقى عارفها، دي معلومه انت بتبقى عارفها. نقطه الميكس ما بين اي طرفين في الدنيا على خريطه الهواء واقع ما بين الايه؟ واقع ما بين الاثنين. حد عنده مشكله؟ ها؟ يبقى دي معلومه انت عارفها زي المعلومه بتاعت الاتش ار بتساوي كونستنت، الاتش بتساوي كونستنت، انت عارفها عشان تحل معاك المساله. يبقى ناقص لي كمان ايه؟ معلومه. بص هلعب اللعبه ازاي؟ جيت في المساله بتاعتك بجانب دول قلت لك اصل نسبه الخلط بتاع الاوتسايد اللي هو احنا ممكن نسميه فريش، ده الاوتسايد هير او نسميه فريش هير، نسبة خلطه للريتيرن هير 30-70، 30% و 70%. تفسر اللي انا قلته ده، 30 من ايه و 70 من ايه؟ اكيد 30 من التوتال، 30 من التوتال، 30 من التوش و70 من التوتال صح كده؟ لو الريتيرن بالترتيب اهو الريتيرن الفريش 30% و70%، 30% او ممكن اقول لك اصل الهواء اللي داخل ده 30% بس فريش اير، يعني 30% بس فريش اير، يعني الام فريش اللي هي او على التوتال اللي هي الام ام بتساوي كام؟ هقول لك ثلاثة. انت عنده مشكله بالفقاقه كده هتبقى الام ار بتساوي الام ار على الام ام بتساوي الام ار على الام ام بتساوي 4.7. ده لازم يكون معروف. انت عنده مشكله؟ هل باستخدام المعلومات دي اعرف احل النقطه بتاعت الام على الخريطه؟ تعال نجرب. هو هنا قسم على ايه؟ ما تيجي اقسم المعادله دي زي ام 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 ده شايفه؟ واحد دي بكام؟ واحد. حد عنده مشكله؟ دي بكام؟ دي سبعة سبعة. دي بكام؟ دول يجوا منين؟ من على الخريطه كده جبت الشيب كده. انت جبت مين يا معلم؟ الشيب مش ده عندك السكيل بتاع الشيب اللي طالع بره الخريطه ده؟ هتيجي على الخط اللبني عند الاتش ام لو حد بيتكلم في الطريقه الجرافيكيه ما تحلش بيها يا دكتور عايزين طريقه تيجي من على الخريطه وتنزل المسطره والقرع ده ما تعملهاش. لو حد عايز يجيب الام نقطه الام بالجرافيكيه بالطريقه الجرافيكيه على الخريطه
تستخدم الطريقه اللي شغال بيها اللي هي الماثماتيك والحساب عشان ما تلخبطش. طيب ايه الافكار الثانيه؟ يقول لي اصل الام الفلوريت او الماس فلوريت بتاع الريتيرن ليه الصبلاي 4 ل 1. الماس فلوريت بتاع الريتيرن مش الصبلاي، الماس فلوريت بتاع الريتيرن للفريش 4 ل 1. يعني ام ار على ام او بتساوي كام؟ 4. بتساوي 4. تعال نشوف الحل لو كان ام ار على ام او بيساوي 4. انا محتاج امسح ده او اكمل تحت. اكمل تحت اول ما ينسب لي الاثنين لبعض ابتدي افك دي. شايف دي ام ار؟ ابتدي افكها هتبقى ايه؟ ام ار زائد ام او في اتش ام بيساوي ام ار على ام ار في اتش ار زائد ام او في اتش او. حد عنده مشكله؟ هو قسم على ايه؟ قسم زي MO 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 دي كام؟ هو انا البراكت ده عشان نقطع الجزء اللي فوق ام ام. انا فكيت الام ام. الام ام فوق بتساوي الام ار زائد الام. بالظبط كده فكيتها. بس الام او على الام او واحد 4 واحد دول معاك من الخريطه من الموجود الوحيد. يبقى هما القصه بتاعت الميكسنج هما لقطتين. ينسب لك الاثنين للتوتال يقول لك اصل 70% ريتيرن ايه؟ يبقى الثانيه 30% مقسومين للتوتال اللي هي الام ام. او يقول لك الريتيرن منسوب للسبلاي، الريتيرن منسوب للاوتسايد او الاوتسايد منسوب للريتيرن. او يقول لك الفريش منسوب للروم. انا عمال اغير لك الاسامي اهو. الار دي دال على حاجتين، روم او ريتيرن. حد عنده مشكلة؟ بعد كده أول تلت في المسألة. أول فكرة هي الإمكانيات. أه دي بسيطة بس ده نسلك معايا. غالبا أنت هتعمل إيه؟ هتروح حالي دي وبعد كده لحم في مين؟ دي فيها. لحم في دي. وقفت معاك من الناحية دي لسه هشرح لك آخر جزء اللي هو علاقة ما بين مين ومين؟ الإس والواو. الإس والإيه؟ الواو. ان الاوضه كانت درجه حرارتها 30 وعايز اوصلها لكام؟ ل 20. انا كل الكلام اللي جاي بعد كده الاوضه اصلا درجه حرارتها كام؟ 20. انا ابتديت والاوضه درجه حرارتها 20. خلاص بقى عملنا ايه؟ هنفترض ان احنا قاعدين في الاوضه دي الاوضه كانت درجه حرارتها 20 كيفتها خلاص الصوت اللي انت عايزه. هتفيد التكييف طبيعي اللي يحصل احنا في الصيف. الدرجه هتعلى. هتعلى. اللي انا هقوله ده ليه؟ وشوفوا اللي انا بقوله ده لوجيك ولا ليه؟ اول سبب عشان درجه الحراره بره كام؟ 35 ودرجة الحرارة جوه 20. لازم في حرارة تنقل جوه بنسميها كيو دلتا تي عن طريق حيطان صح كده؟ فاكر اقرا تعليق ترانسفير كونفكشن وراديشن او كونفكشن كوندكشن كونفكشن بس مفيش هواء داخل جوه ده الحرارة اللي ايه؟ الحيطان والنوافذ والابواب وكل ده. طيب لو انت عندك في شباك موجود جوه الاوضه دي ممكن يكون عندك ايه؟ كيو صن. اه وحاجتين بقى يا معلم. كيو صن دي بتاثر في الحوائط وفي الشبابيك ازاي؟ لو افترضنا ان درجه حراره الهواء الخارجي 35 لو جيت على السطح الخارجي بتاع الحيطه دي جاهب لي يعني جاهب لي يعني في الشيس الساوث
ومن قصة ابن البحر دي؟ ايوه ايوه مش يعني الشمس و... كل ما فرق خط الاستوانة وشمس لا بتغيره والله انا خيال اقولها في ثانية ونص في ثانية ونص مش دي الكرة الارضية؟ الكرة الارضية بكذا الكرة الارضية فين اكبر قطر فيها؟ الاكويتر صح كده؟ مش الكرة الارضية دي بتلف جنب الشمس؟ فين اكتر حتة من الكرة الارضية متعرضة للشمس؟ او اقرب حتة للشمس؟ دي كل ما تطلع لفوق وتنزل لتحت انت بعيد عن الشمس صح كده؟ فين المكان اللي بيكون فيه اسطوع الشمس عالي؟ لو انت في نص الكرة الشمالي هو جنوبك فين على حتة فيها شمس؟ الاكويتر صح كده؟ الخط اللي اسمه بالعربي مش عارف عايزين خط الاستواء لو انت عندك ناحية الجنوب اعلى حته فيها درجه حراره ده اللي احنا بنسميه عندنا اتجاه ابن لان ابن عندنا في الجنوب الصعيد حلو كده فانت الجنوب عندك هو المتعرض او هو المواجه لخط الاستواء فهو ده اللي بيكون فيه درجه الحراره عاليه لكن فوق بحر بتبص على الحته اللي فيها الشمس اقل درجه الحراره اقل لو انت سافرت مثلا استراليا يبقى العكس يبقى بحر بالنسبه لك لدرجه حرارته عاليه مش اسمه بحر يبقى برضه اسمه ايه ابن انت واقف تحت بتبص لفوق طبعا دي مزاوله لما بنيجي نعمل التصميم بتاعه المنظومات الشمسيه انا عايز اواجه الكوليكتور بتاعي ناحيه الجنوب عشان ده السطوع العالي بتاع الشمس ناحيه الاكويتور لما اكون في نص الكره اللي تحت بتوجهه ناحيه الشمال عشان ده بتوجهه فين الاكويتور فدي الفكره اللي جت منها الابلي والبحر الابلي عشان هو في الجنوب بتاعنا والجنوب ده ناحية خط الاستواء فده على سطوع ايوه ماشي طيب ايه تاني ممكن يزود درجه الحراره في الاوضه الاجهزه اللي جوه تعال نبتدي بالناس اللي جوه الاحمال عندك يو بيرسون خلاص كده ده حقيقي احنا بنعتبر البني ادم ده عباره عن اسطوانه لحم بيجي ناس بتحمل الحراره بتاعه انت بتبقى خروف صغير جوه لو انت عندك اضاءه طبعا الاضاءه بتطلع ايه بتطلع كيو لو انت عندك اكويبمنت مثال كمبيوتر مكنه طباعه مكنه تصوير ثلاجه غساله كتل بتاع ميه كل ده تحت مين تحت كيو اكويبمنت ميه يا بويز انت لما تلعب ببجي كيو اكويبمنت طيب مش احنا اتفقنا اللي الناس عشان تبقى قاعده جوه الاوفيس بيلدنج محتاجه فريش اير تمام في حمل بتاع الايه بتاع فريش اير حمل الفريش اير ده تريكي شويه يعني تريكي شويه يعني هو ما يعتبرش حمل اوضه ما يعتبرش حمل اوضه هو يبقى حمل على ملف التبريد بمعنى في الاوضه بالاحمال اللي فيها دي مش انت لو جبت تكييف زي ده مش شغاله زي الفل طبعا بس لو ما كانش عارف فيها بشر لو ما كانش عارف فيها بشر كان التكييف ده انا اقول لك كده كان التكييف ده شغال زي الفل لكن عشان جواها بشر بقى لازم تدخلوا ايه هواء جديد الهواء الجديد لازم تحتيه على كولينج كويل عشان تبرده شويه صح ولا لا بس هو يبقى هو حمل على الملف بس مش حمل على الاوضه لان الاوضه ينفع تشتغل من غيره ما تحطش دماغك قوي زي الثلاجه دي بس تعالى نقول ان في عندك حمل جاي من بره اسمه كيو فنتيليشن ايه الكيو فنتيليشن ده ده الحمل بتاع الهواء الفريش اللي انت جايبه عشان تدخله الناس جوه اخر حمل عندنا حاجه اسمها الانفلتريشن الانفلتريشن الهواء المتسرب بالشقوق يعني هو الباب ده ينفع تخلي ارتفاعه لغايه الارض استحاله لازم مثلا 5 مللي تحت او سم تحت مش السم ده يدخل لك هواء الهواء ده بدرجه حراره خارجيه فده حمل عليه صح ولا لا الشبابيك اللي عندك دي يمكن احنا عندنا في القاهره الموضوع بالنسبه لنا مش ازمه قوي لكن لو انت قاعد في منطقه فاضيه مثلا بقى بنتكلم على القاهره الجديده المدن الجديده كلها المباني مش لازقه ببعض بيكون سرعة الهواء اللي ماشية بالنسبة لك عالية بتسمع صوت الصفارة في الشباك ايه الصفارة دي؟ بتبقى ناس صايعة بتوع فلويد الهواء ماشي بسرعة عالية بيروح نازع في الازاز في الشبابيك خدتوا غاز دايناميكس؟ خدتوا استجنيشن بريشر يعني ايه؟ اه بنقول لي اللي بيحصل ان كل الطاقة الحركية الموجودة في الهواء بتروح واقفة متحولة لضغط فالضغط ده يروح زائل الهواء من جوه متقسم من بره لايه؟ لجوه من اي شقة صغيرة في الشباك الموضوع ده بيفرق قوي في الاماكن اللي سرعات الهواء فيها عاليه يعني مثال لو احنا بنتكلم في استراليا استراليا منطقه مفتوحه وهي جزيره حوالين الدول البحر فعلا سرعات الهواء فيها ايه خلاص عاليه بقى هو ربنا يديله الصبر هو السنه دي هتخلص علينا كلنا ان
طيب ده التصنيف بتاع الاحمال. في تصنيف احمال خارجيه ده سؤال نظري. سؤال نظري اعمل تصنيف الاحمال. في عندك تصنيف احمال خارجيه. احمال خارجيه زي مين؟ الدلتا تي. الدلتا تي الشمس الفنتيليشن والفلتريشن كل دول جايين منين؟ احمال خارجيه من بره. ايه الاحمال الداخليه؟ بيرسونز البيرسونز واللايت والايكويبمنت. حد عنده مشكله؟ الهواء اللي هجيبه فريش للناس اللي جوه. انت عملت الاحمال الرابع؟ الرابع الباب والكلام ده اصله مش ده هو انفلتريشن. ده مع الخارج. ده مع الخارج. لا مش انا اسمع ان هو بس انا احفظ الرسمه دي. الرسمه دي موجوده جدول معاك في الزاويه. هل في تصنيف ثاني للاحمال؟ حماده ركز معايا كده. هل في تصنيف ثاني للاحمال؟ التصنيف الثاني. الحمل ده هيغير في درجه حراره الهواء بس ولا هيغير في درجه حراره الهواء والرطوبه؟ صنفناهم على اساس ده. الحمل ده هيغير في درجه حراره الهواء بس فسميناه سنسر. هيغير في درجه حراره الهواء والرطوبه فغيرناه فسميناه ايه؟ لاتنت. خلاص كده او لاتنت وسنسر الاثنين مع بعض يعني. مثال الحمل بتاع الشمس ده. انت عندك في شعاع شمس خرج من الشباك من الازاز ودخل على الجرنوس ده يزود رطوبه الاوضه فين؟ ولا اي حاجه. درجه حراره بس ما يغيرش فيش رطوبه. هو يغير بس ايه؟ حرارة. درجه الحراره. يبقى سنسر. يبقى لو بنتكلم على التصنيف ده هو هنا سنسبل كيو صن. يبقى كيو مين؟ صن. زيها بالظبط كيو دلتا تي. هي حراره نقلت عن طريق الجدران مفيش حاجه دخلت جوه الحراره بس. فده كمان ايه؟ سنسبل. طب البني ادم مين؟ ايوه الاثنين. ليه الاثنين؟ انت فعلا درجه حراره سطح جدك غالبا تكون اعلى من درجه حراره الايه؟ الجو. فانت جسمك بيشع حراره. فالحراره دي عباره عن شكل ايه؟ سنسر. نفسك اللي خارج ده مش بيطلع رطوبه في بخار ميه. هو عباره عن ايه؟ عن لتن. انا ممكن لو قلت هنا لتن عندك يو بيرسون سنسبل وعندك يو بيرسون لتن. امين؟ ده نظري في مسائل اهو. نظري في مسائل. الناس هو النظري عليك اكتر حاجه حوالي 10 هتنجح 10 في الامتحان كله. طب لا بالتالي 30 ممكن تعال الفاينل. قلت لك كل سؤال بيجي في سؤال يعني مثلا عندك اربع اسئله في الامتحان في التمرين ايه بتاعهم نظري دي مساله ايه نظري دي مساله مقسومه على الاثنين يعني لا مش بالنص بالظبط مش بالنص بالظبط هم لو ست مسائل مثلا كل واحده على فكره انا شايف النظري بالنسبه لك مساعده مش حاجه بالنسبه لك فيها مشكله. ايوه انت بتحفظه وتاخد درجه في الامتحان وايه وشك في اي حاجه ركز معايا كده. طيب ما تيجي نبص على الايكويبمنت. الايكويبمنت ممكن فيها شرشين بمعنى لو احنا بنتكلم على جهاز كمبيوتر ده سنسر صح؟ هيسخن بس الهواء اللي حواليه. لو بتتكلم على كتل بتاع ميه هيسخن ويرطب. هيسخن وايه ويطلع بخار ميه فيرطب. ممكن نقول هنا كيو ايكويبمنت سنسبل وهنا كيو ايكويبمنت ليفل. الفنتيليشن مره سنسبل ومره ممكن تشمل ولا سنسبل ولا الاثنين سنسبل الاثنين ليه الفنتيليشن بقول لك ليه مش بيدخل برطوبه غير رطوبه الاوضه مش بيخش برطوبه غير رطوبه بتاع الحراره بتاع الاوضه مش كده غير في الرطوبه سواء هيزود او ينقص وبرده الفنتيليشن ليه تصنيف ايه سنسبل ده اللي اخوه بالظبط مين انفلتريشن الانفلتريشن عشان ظروفه الخارجيه في درجه حراره ورطوبه مختلفه عن الاوضه هيعمل الاثنين. يبقى هنا يو انفلتريشن سنسر يو انفلتريشن حاجه ثانيه الكيو لاين الكيو لاين ده سنسر ولا لاتن؟ سنسر بس. السنه اللي فاتت بقى كان عندهم شابتر كامل بيتكلم في دي. تخش تمسك واحده واحده من دول تجيب معادلاتها وتجيب جدولها وتقعد تحل. كانت مساله بتحل في 14 صفحه. وهي اتلغت من عليه. خلاص كده؟ لكن هو ممكن يعمل معايا في الامتحان ممكن ايه؟ يقول لك احسب لي التوتال تجيبهم من الفراطين ويقول لي احسب لي السنسبل لوحده واللاتنت لوحده. فاهم؟ احسب من السنسبل من اللاتنت.
طب اللي هو اللي الاله اللي قلت له ثاني سنس اقولهم كده ادالي بس وصلنا على 14 لو انا يعني الجدول اهو الجدول اهو الجدول اهو مكتوب عندك كمان في الورق بتاع الشرح مين اللي سنس ومين اللي ايه يعني هو عايز الجدول هو لا هو مش عايز الجدول عايزك تحسبهم على اساس الجدول تجمع له السنس في ناحيه ولا في ناحيه فانت لازم تكون فاهم حاجه يعني مثال واحد جمع كيلولايت مع مع اللاتين ما غلط اللاتين ما بيطلعش بخار ميه بالك اللقطه دي هجيب لك بس هحطهم لك في المساله بس انت تجمع مين مع مين هيقول لك المساله كده مثلا يعني دي لو مره ده ركز مع 10 ماشيين مجموع دول مع بعض اسمهم ايه بيولوم لاتن مجموع دول مع بعض اسمهم ايه بيولوم سنسر بالفقاقه كده الكيوم كلها الاحمال كلها بتاعت الاوضه بنساوي ايه لو حبيت تنسبهم لبعض لو حبيت تنسبهم لبعض يعني عايز تعرف من الاعمال دي قد ايه سنسبل منهم او قد ايه انت منهم اخترعوا ريشيو اللي انتوا بتحطوا فيها دي حاجه اسمها الروم سنسبل كي فاكتور ده بيساوي ايه بيساوي كي روم سنسبل على كي روم فاكتور زائد كي روم سنسبل يعني بيساوي كي روم سنسبل على كي روم ده قانون بنحل في الامتحان قانون ده بنحل في الامتحان لو قال لك انا عايز الروم سنسبل فقط وكان مديك شويه احمال لاتنت وشويه احمال سنسبل هتعمل ايه هتجمع السنسبل مع بعض وتجمع اللاتنت مع بعض وتعوض القانون ده تطلع لي الروم سنسبل فقط حلو كده انا مش حاجه بقى دلوقتي حد عنده مشكله حلو الاوضه دي درجه حرارتها كام 20 وبيخرج منها حراره او متاسف بيخش لها حراره بتسخنها اسمها كيو ايه كيو روم لو انا طفيت التكييف ايه اللي يحصل الاوضه دي درجه حرارتها تعلى هتسخن بس انت مش عايزها تسخن تعمل ايه اعزل اعزلها لا اهو ماشي بقى مش حاجه اسمها تعزل ما انت لو عزلتها من الناس جوه هتعمل ايه في الناس اعزلها انت عزلتها دي قول قللت اول احمال الخارجيه طب الناس اللي جوه دول عليهم صوص جاي او مفيش تكييف احنا كده فصلنا التكييف يبقى انت ساعتها المفروض تروح عامل ايه جايب تكييف جايب تكييف التكييف ده بيدخل هواء بارد صح والتكييف طفى التكييف طفى يعني بالمروحه ولا بالطول انا اصلا انفصلته انا فصلته خالص فصلته خالص ايه اللي هيحصل طبيعي انا عايز اقنعك بحاجه فما تقعدش تقفش عليا انا عايز اقنعك بحاجه فما تقعدش تقفش على الحراره دي طبيعي درجه الحراره دي انا عايز اثبتها عند 20 طب لو انا جبت حاجه تعمل عكس كيوم اللي دخلت دي يعني لو سحبت من الناحيه الثانيه كيوم زي ما قد اللي دخلت بالظبط ايه اللي هيحصل درجه الحراره دي متفقين كلنا طيب اسحبها ازاي بص انا هعمل ايه قول لي ده ينفع ولا لا هجيب هواء ادخله جوه الاوضه دي درجه حرارته 16 درجه حرارته 16 هجيب هواء من فين معلش هجيب هواء بارد من ناحيه حته مش هتفرق دلوقتي هواء بارد ودخلته على الاوضه بدرجه حراره 16 ماشي هيحافظ هيعمل ايه في ال 20 دي المفروض يقللها لو ما كانش عندك مين اللي داخل كيو ار لكن دلوقتي احنا مش عارفين بقى عندك في حاجه بارده وعندك في حاجه سخنه مين الايفكت بتاعه اكتر ما انا ممكن اظبط ال تي اس اللي ب 16 تي سبلاي ال 16 دي مع مس الروب بتاع الهواء المضاد ايه بحيث لو دخلت المس الروب المعينه دي مع الهواء لدرجه حراره 16 اسحب حراره بتساوي مين بيساوي كيو ار بمعنى مش الهواء ده هيسخن حلو كده انا عايز يسخن من 16 لغايه 20 بس
هو بيسخن من 16 لغايه 20 انا بصممه انا اللي بصممه يكون صاحب حراره اسمها مين كيو يبقى كده دخلت لك حراره من بره وانت سحبتها جوه الهواء واختزنتها جوه الهواء البارد اللي انت جايبه من بره برده كده مفيش حاجه تغير مقتنع مش هتغير خلاص رطوبه ما احنا ظابطين كل حاجه مع بعض حلو كده يعني الكونديشنز كلها ايه مظبوطه مش ده تكييف بيعمل ديهوميديكيشن وكان اعرف الرطوبه عايزه تفوق يبقى انا هدخل كونديشن سبلاي معينه بحيث كونديشن السبلاي دي تختزل جواها الحراره والرطوبه فتوصل للظروف بتاعه الايه بتاعه الاوضه خلاص كده ما تعداش خدت بالك من اللقطه دي يبقى ما تناقشيش بعد كده السبلاي اللي من الروم عشان ما يشتغلش ليه فهمت ليه نقطه السبلاي كدرجه حراره اقل من الروم انت كده فهمت ليه خلاص كده عشان لما يجوا يسخنوا الرطوبه بتاعتهم تزيد يروح واصلين لمين الروم وهم بيعملوا كده يستهلكوا مين الفيو ار كده ظروف في الاول دخلت الاوضه كام 16 اس صح كده واللي خارج منها ايه 20 اه الهواء ده حصل له جوه ايه سخن من ناحيه درجه الحراره والرطوبه من ناحيه درجه الحراره سخن تفتكر من ناحيه الرطوبه كان حصل له ايه زائد طبعا ليه عشان البني ادمين اللي بيتنفسوا جوه عشان الكتل بيطلع ايه ميه سخن عشان هو كان داخل ب 16 هو مش هنقول عليه سخن بلاش فيه سخن ده عشان متلخبطش اختزل الحراره بتاعت كيو ار جواه فدرجه الحراره زادت نص 20 حلوه الصيغه دي ماشي اختزل الرطوبه اللي موجوده من البني ادمين والكتل اللي موجوده جوه الاوضه جواه وصلت الرطوبه بتاعته رطوبه مين رطوبه الروم متفقين بص اللقطه اللي انا اقصد ايه مش انا قلت جيب اللي يوازي كيو ار ينفع اقول ان الكيو ار بتاعتي دي بتساوي الام دوت اير سبلاي الام دوت اير سبلاي في اتش ار ماينس اتش اس حق ربنا صح ولا لا ما انا اصلا مصمم ان السبلاي لما تخش وتوصل للار تشيل مين كيو ار انت عندك مشكله يبقى ده قانون تحليل المساله انت كمان يبقى كده كيو ار ممكن احسمها من ناحيتي دي اول سكه ثاني سكه ممكن احسبها من هنا حد عنده مشكله طيب تعال نفترض ان المساله جت اديتك نقطه الاس كامله ونقطه الار كامله الاجراء اللي ما بينهم ده الاجراء اللي ما بينهم اللي هو الاس ار ده ليه اسم عندنا الاجراء اللي اسمه اس ار ده ليه اسم عندنا في التكييف بمعنى انتوا ماشيين معايا واحده واحده يا شباب ها